نقول لك جوج كلمات فعلك جوج كلمات. قلت لها ما شنو ما جوج كلمات؟ قلت لي كنتي سكران البارح واغتصبتي لي بنتي وخوده ولا نديوك فين تربى. قلت لها باش عرفتيني يا خالتي انا اغتصبت لك بنتك وباش عرفتي هادشي كامل كاينه؟ قلت لي انت اصلا موالف بهادشي شنو قالوا لي؟ اصلا انت عندك صوابق دوازي 8 شهور ديال الحبس على هاد المشاكل هادي يعني موالف بهادشي اذا خوده ولا نديوك فين تربى. ماشي مشكل. قلت لها ما عنديش باش نخطب. قالت لي علاش ما عندكش باش تخطب؟ قالت لي كلشي ضربوا على حسابي انا، المهم تكون راجل والراجل تاخذ بنتي. قلت لها ماشي مشكل مرحبا. جي صوني التليفون السلام عليكم. الو رضا. قلت لي نوض. قلت لها فيها النوض؟ قلت لي نوض شد الطوبيس ولا طاكسي ولا شد دبر راسك، المهم نص ساعه تكون عندي هنايا. قلت لها علاش؟ قالت لي راه دايري البنيه والعرس البادي والعروسه راه عند النقافه ما بخبرك حتى حاجه. تخيل انت كيفاش انت ناعس كيصوني التليفون الو نوض بس حوايجك بس كوستيمك تعال العرس البادي كيفاش انت وليدك فاقد ناسين عاد نتشوف يا وليدي. قلت له المهم وسط ديال الناس الليله ديال الدخله فاش قالت تدخل عليا. قلت له بلاتي شويه دخلت الكوزينه عين نشرب رجعت لقيت بدات تحيد في حوايجها بديت تصدم كامله في الوشام في اليدين هنايا في صدر هنا في كتافها هنا في ظهرها وفي تفش صبعينا وما كنتش شايفهم. تخيل معايا شتا جوج د المرات والثالثه في العرس. المره الاولى اللي شتا فيها هي فاش جات عندي كنت في حاله سكر ما ديتهاش فيها، والحاجه المره الثانيه شتها فاش جات هي وما كانت لابسه جلابه عاوتاني ما حكرتش كانت لابسه طويل ما شتها شي حاجه، والمره الثالثه كانت في العرس وكاك وما ديتش ما شتش ولكن الدخله كنكتشف كل وشامات. تخلعت قلت لها لنا شنو داك الشيء فقلت لي واش راه كان فيا شحال هذه ما كنتش عاد شتيه اليوم وما شتا شت كما قال لك واحد المثل الحمله خنس ديال الزمالي. شفت قلت انا سترت على انها امراه صافي سترت على طلعت. القصه ديالي ديال ثلاثه ديال الزواجات ثلاثه ديال النساء كاين اللي كيصدقها وكاين اللي ما كيصدقهاش. يقول كيفاش هذا السيد اللي عنده 27 سنه في اللاج ديالو مجوج ثلاثه او كيفاش تدار ليها؟ ما كتدخلش الانسان على عقله. باش نقدر نبدا معكم القصه من الاول حتى الاخر باش تفهموا بزاف ديال الحوايج. القصه هي كتبدا انني كنت في واحد الليسي كنعمر فيه بزاف هذا واحد التيران ديال الكره. واحد السيده ساكنه في المنطقه اللي ساكن فيها انا في مدينه القنيطره ديما كتشوفني كتقول لك حق انك انت دري زوين حقك تعجبني ما كرهش دير معايا شي علاقه. هاد السيده يلا قصير في عمرها 17 سنه. انني تهربت منها ما بغيتش بعدت منها بصفه نهائيه. دازت شي يومين قالت لي غنمشي غنقول لهم انك اغتصبتيني وفعلا تنسحب عليها كتضحك عليا على النيه ديالي وفعلا مشات وقالت لهم فلان راه اغتصبني حق هذه. المهم هي قصيره قبلوا لها الدعوه ديالها اعتقلت فيها المده ديال 8 شهور شديت فيها وما درت فيها حتى شي حاجه بصفه نهائيه. هي باقا بنت ولكن في القانون ملي طالبوها بالخبره لقاوها دارت لي التنازل والالتزام. اذا شنو كتبقي تفكر؟ اللهم الحل الوحيد اللي بينك تخرج عي من ديك 8 شهور تخرج عي من ديك البلاصه ما تبغيش اصلا العدو. ما ليناش داز ديك الفتره رجعت خدام عادي انسان ولد الشعب خدام ب 70 درهم في البني تنعاون المعلم ديال البني خدام عادي ب 70 درهم وبعد وتنبقى نشوف واحد السيده قلت علاش انا دابا نجي تصيت انا 8 شهور علاش ما نوضش انا ونتزوج واحد الانسان نكون مع اسره ديالي وتقبل عليا بوالديا وتقبل على المدخول ديالي علاش لا. شفت واحد السيده تحية لها من هذا المنبر خطبتها ديت لها الحوايج ديت لها كل شيء ضربنا العقد الزواج ولكن ما روحتهاش للدار. هذه تزوجت الثانيه ما جبتهاش للدار بقات هي في دارهم. واحد اليومات كانت هي دافعة الكابلاج وتقبلت في ديك الخدمه وجات تما دقات عليا فحال هكا في الباب قالت لي السلام عليكم. السلام رضا. نعم هذاك الورقه ديال العقد ديال الزواج بغيتكم تفسخوها ما تزوج ما بقيناش بغيناها. قلت لها علاش ماشي شنو المشكل خالتي؟ قالت لي فحال هكا بنتي شحال هي دافعه الكابلاج راه تقبلت فيه دابا راه بغيتها تخدم عليا. قلت لها ماشي مشكل ما قلتي حتى شي حاجه مشينا درنا الطلاق قبل البناء الورقه ديال الطلاق ديالها حتى هي مازال عندي. فاتت ديك الفتره صافي ضربت على شي حاجه سميتها الجواج سميتها صافي شي حاجه سميتها الجواج حيدتها بصفه نهائيه من بالي. من بعد ويش خدام عادي واحد اليومات كانت في راس السنه كان طلع لي الدم تعصبت بزاف. كنا احنا شي 9 ديال الدراري انا هو العاشر كنت جالس معاهم في راس السنه كنت كنشرب معاهم بحال هكا مريحين عادي كنشربوا. عيطات لي واحد النمره ما كنعرفهاش سلام كنشوفك كتعجبني هذه ولكن المشكل ماشي في هذه النمره هذيك السيده اللي طلقتها انايا اللي خدامه في الكابلاج هاد خيتي اللي اتصلت بيا خدات النمر من الفيسبوك واتصلت بيا خدامه معاها. دونك تنقول اللي جيت تفكر مع راسك كيفاش هاد السيده هذه اللي طلقتها انايا راه خدامه في الكابلاج ولكن هاد السيده اللي طلقتها ديجا معاوده لهاد فلانه اللي اتصلت بيا قالت لها واحد الولد كنت تزوجت به واش نوقع ليا معاه واش نوقع ليا معاه مسكين هو كان عنده مشكل مثلا انه تشد ودوز واحد 8 شهور في حياته
وماما جات وقالت لك نخدم احسن ليا من الزواج وهادي. المهم السيده اتصلت بي بواحد الرقم ما كنعرفوش. السلام، قلت لي كتعجبني كنشوفك في فيسبوك، دري زوين دري نقيقي. قلت لها ماشي مشكل، مرحبا. اقسم بالله اللي لا رب سيهو، اليوم الجمعه في هذه البلاصه اللي مريح فيها انا بالضبط، جات لعندي لهذه البلاصه اون فاس مع الشارع بحال هكا عمومي، جاب طاكسي بيض ورد داك الطاكسي البيض هو اللي رد النيت. من بعد الصباح كنت فاجئ، كنت عيط لي ما بغيتش نجاوبها، تنقول دابا 8 شهور دازت من حياتي وهادي عاوتاني تجوج عاوتاني تقول جي موات عاوتاني تقول لك حق طلق ليا بنتي. اذا صافي شي حاجه اللي سميتها الزواج ما بقيتش كنتيق بصفه نهائيه، وبقات تصوني ليا كتصوني لي. قلت لها اختي، قالت لي نعم. قلت لها شوفي ما بقاش غوتي ليا عافاك، انا ما بقاش كنفكر في الزواج، ما بقيت كنفكر في حتى شي حاجه. واش انا يتوزت 8 شهور دازت من حياتي عاود تجوج وجات امها عاوتاني قالت لك طلقها ليا، داكشي اللي وقع لي مع ما وقع لي معك انت الله ما اختي، ما بقاش تعيطي ليا. وحاجه وحده اللي بقات لي في بالي عرفتي شنو هي؟ هي قالت لي بواحد الاسلوب ديال غادي ندمك. هو هذا ندمك هذه ما فهمتش فيها حتى شي حاجه، غندمك. في ديك العشيه كان واحد النهار كان فيه الثلج وكانت فيه الشتا، كان طاح الثلج في قنيطره واحد ليا مات. جات قالت لي ما جات يوم ما قالت لي ما السلام عليكم. السلام رضا. اييه نقول لك جوج كلمات فحال هكا، جوج كلمات. قلت لها ما شنو ما جوج كلمات؟ قالت لي كنتي سكران البارح واغتصبتي لي بنتي وخوده ولا نديوك فين تربى. قلت لها باش عرفتيني يا خالتي انا اغتصبت لك بنتك وباش عرفتي هادشي كامل كاينه؟ قلت لي انت اصلا مولف بهادشي، شنو قالوا لي؟ اصلا انت عندك سوابق دوزتي 8 شهور ديال الحبس على هاد المشاكل هادي، مولف بهادشي، اذا خذها ولا نديوك فين تربى. دابا بيني وبين نفسي، بيني وبينكم والله شاهد، كيفاش انت اصلا انت هو الكبير في والديك الكبير والله تبارك وتعالى، انت واش تعاون الاسره ديالك اولا تشد 8 شهور عاوتاني تخلي والديك عاوتاني يتابعك؟ بقيت تنفكر مع راساتي هادشي كامل كاين. لا يقول لي علاش ما طلبتيش بخبره طبيه؟ علاش ما طلبتيش بزاف ديال الحوايج؟ كنبغي نقول لكم اخوتي، هاد الناس من الناس الاغنياء، الناس لاباس اللي كلشي كيديروه بالفلوس. واش انا ندير شي حاجه بالفلوس؟ انا هو الكبير عند والدي الكبير والله انا كنعاونهم بندخول ديال 70 درهم، كيفاش 70 درهم ندافع على راسي وندير؟ ما لقيت حتى شي حل. الحل الواحد فكرت مع راسي، ما بغيتش يبقى الوالدين ديالي تابعني كيتجرجروا من مورايا، كيتجراو عليا في المحاكم وتجراو عليا كل مره داخلين عندي الزياره. اللهم قلت انني شفت مع راساتي، تشاورت مع والدي كستر ما تعرف ربي منين نستر. كنت معصب تنقول دابا مع راسي فاش كنت علاش انا الاساس فاش جيت شربت، شنو المشكل اللي خلاني نجي نشرب؟ وفكرت مع راسي قلت دابا علاش انا ما عنديش الظهر؟ دابا 8 شهور دازت من حياتي ما درت بها حتى شي حاجه. والحاجه الثانيه انا تزوجت بهذه السيده هذه عاوتاني جات ما قالت لك طلقني، تعصبت. ولكن هذا الغلط اللي درته وارتكبته باقي نادم عليه لهذه الساعه هذه، شربت معاهم صافي. من تما وقع لي المشكل مع هاد السيده هادي الثالثه، جالس في هاد البلاصه نيت هنا نيت بالضبط وجالسه شارب مع الدراري مريحين. اتصلت بيا النمره ما كنعرف ما حتى شي حاجه، مع هذيك حاله السكر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انت رضا تدري زويون في حاله السكر؟ قلت لها اجي عندي نشوفك. وفعلا على القرص اين فوا قطعت لابيل، دازت مده شي 45 دقيقه في حاله هكاك، طاكسي جابها في البيض وبقى هذاك مول الطاكسي ما كيمارش كيفاش ما عقلتش له الماتريكو، مابقاش مبيكي عليه باش نطلعو حتى هو شاهد معايا في هاد القضيه. وجات سلمت علينا كاملين من الوجه بتسعود بينا، وانا هو العاشر سلمت علينا بحال هكا من الوجه، وداك الطاكسي بقى واقف تدا. قالت لي بحال هكا بهذا اللفظ، ها انا شتيني، المهم انت دابا راه ماشي هو هذاك، مشي في حالتي حتى الغدا ونجي عندك وتشوفني كومبلي. انا في ديك الشرف قلت لها صافي اختي، مشات في حالتها. من بعد سيدنا مشات في حالتها صافي، ما بقاش صافي ما عمرش راسي بها. لا غد لي في الصباح رجعوا الموضوع عاوتاني، فاش جات عندي هي وما قالت لي خذ بنتي راه اغتصبتيها وكنتي سكران، خذها ونديوك فين تربى. شنو قلت مع راساتي؟ قلت اللهم ناخذ هاد البنت الناس ونسترها، انت عارف ربي منين نسترها؟ علاش؟ على اساس انك انت يا انت دوزتي 8 شهور ديال الحبس، انت اخويا ولا اختي ولا مهمتي اي واحد كيسمعني دوزت 8 شهور ديال الحبس على واحد السيده من بيني وبينها الخير والاحسان اللي ساكن في قنيطره، يجي يشوف ديك السيده ويسول داك الجيران كاع ديالنا على ديك السيده ولا اللي طلقت، خليتها معاهم بواحد الوجه زويون. وخا طلق ودوزت ديك 8 شهور نسيت داك الشيء من بالي، خديتها واحد التجربه. شفت شفت الحبس كيفاش داير، انا شفتو مشي كيقولوا لي انا حاولت نشوف الحبس كيفاش داير وخديت ديك التجربه. والحاجه اللي كتقول لي ما تقول لي خذ ديك بنتي ولا نديوك فين تربى وانت عندك سوابق. اذا بيني وبينكم شنو الاختيار؟ شنو الاختيار اللي غادي تختاروه وانت اصلا مدوز واحد التجربه ديال 8 شهور؟ اي باطل. وخديتي هاد السيده وما كتبش الله، درنا الطلاق قبل البناء، حتى هي ما كتبش الله وجات هذه حطات عليكم باطله، عاوتاني كتقول لك راه عندي كيفاش نربيك، عندي هذه، المهم بزاف الالفاظ كانت تقولهم ليا. شفت مع راساتي قلت اللهم نستير ليها بنتها، انا اصلا غتجوج غتجوج، راه كيف البنت كيف المراه،
راك شحال من اي بنت الناس كتكون بنت كتدخل شي دار مع راجلها كتبقى امراه، المراه راها امراه، هادشي الحاجه اللي كنعرفها. منين من كيفاش داز هاد العرس، كيفاش تضربت هاد الكاغيط، كيفاش دازت هاد المشاكل كاملين. قلت لها صافي ماشي مشكل، قلت لها ما عنديش باش نخطب. قالت لي علاش ما عندكش باش تخطب؟ قالت لي كلشي ضربوا على حسابي انا، المهم تكون راجل، تكون راجل وتاخذ بنتي. قلت لها ماشي مشكل مرحبا. وفعلا في ديك العشيه صيفطوا لي الحوايج ديال الخطبه في هوندا لومبالاج، جاوني حوايج الخطبه ورجعت لهم حوايج ومنيت هما اللي خطبت لهم بهم بنتهم، وكبروا بيا وضحكوا ونشطوا وصافي ورجعت في حالتي. دازت نهار بحال هكا نهار ولا يومين، هي تعيط لي قالت لي نوض بدا توجد في وراقك. قلت لها علاش؟ قالت لي وجد وراقك باش تضرب مع بنتي الكاغيط، واش نلعبوا هنايا بحال هكا. ونضت تنطلع وتنزل وجمعت الوراق عاوتاني ديال الزواج من ا زيرو، طلع جبد. دوزت شي 3 ايام ولا المهم سيمانه كنت فيها مزوج ناضي. دوزت شي مده مشيت ضربت مع بنتها الكاغيط، خديت واحد الروسي صافي. ومن بعد عطاتني جوج كوستيمات وجوج لبسات ديال العريس باختصار، وقالت لي منين عيط لك كون واجد عندي. قلت لها صافي ماشي مشكل ان شاء الله. تخيلوا معايا خوتي كيفاش انا ناعس في الدار مع جوايا شي 9 و 10 د الصباح. المهم نص النهار الاول تيصوني التليفون، السلام عليكم، الو رضا، قلت لي نوض، قلت لها فيها نوض، قلت لي نوض شد الطوبيس ولا طاكسي ولا شد دبر راسك، المهم نص ساعة تكون عندي هنايا. قلت لها علاش؟ قلت لي راه دايري البنية والعرس راه بادي والعروسة راه عند النقافة، ما خباري حتى حاجة. تخيل انت كيفاش انت ناعس كيصوني لك التليفون، الو نوض لبس حوايجك لبس كوستيمك تعال العرس راه بادي، كيفاش انت وليدك فاقد ناعسين؟ عاد نوض تفيق وليدي. قلت لهم المهم وصلوا عليا العرس، ديجا الوالدين مشينا نديو حوايج الخطوبة ضروري انهم شافوا ديك البلاصة فين ساكنين هما. ناضو مساكنتي لبسو غادي مولاي السلطان، اقسم بالله راه كاين اللي تاثر وتقسو كاين اللي تضحكو. تخيلوا معايا مولاي السلطان غادي في الطوبيس 30 وغادي سالت في الطوبيس ما بقطعش حتى شي ورقه، وشدوا لي كونترول نهبطوا في النص ديال الطريق. تخيلوا معايا كيفاش نتوما مولاي السلطان غادي في الطوبيس سالت وما بقطعش ورقه وهبطوني في النص ديال الطريق، مولاي السلطان غادي يكمل الطريق على رجلو باش تحضر معاهم داك العرس ديالهم. مشيت حضرت معاهم داك العرس، دوزنا داك العرس، مشيت داوني فواحد الطونوبيل داوني داوني جبنا العروسه، دوزت معاهم داك العرس عادي، كمل داك العرس. وتخيلوا فاش شوفوا هاد الناس عندي. ومازال نزيد لكم واحد القضيه، بيت الناس كانت ديجا مصيفطه ليا قبل من في النهار اللي ضربت فيه اللقط، كانت صيفطات لي ديك الساعه بيت الناس، حطيته كومبلي في الدار من الاول حتى الاخر. المهم دازت ديك داز داك العرس، وفاش غنروحوا حق الله ما نكذب عليكم القصه راه شويه غريبه، شراو بيت الناس، داروا حوايج الخطوبه، داروا العرس، ضربوا الكاغيط، ما خلصت حتى درهم. حاجه واحده اللي بقات فيا هو مشيت على رجليا، ما عنديش باش نركب، هبطوني الكونترول مشيت على رجليا غادي سهل. هذه الحاجه اللي بقات فيا هي الوحيده، وما تبقى كلشي داروا. ومني بغينا نروحوا للعروسه ما لقيناش فاش نروحوا، عرفتي فين روحتنا؟ قسم بالله تلقاو تضحكوا ليا، وروحنا في هوندا، وهاد هوندا فيها البصله من اللور. تخيلوا معايا مولاي السلطان مروح مع 3:30 ديال الليل، مروح في هوندا وغادي في الهوندا كنشوف في المرايه كيفاش الجلود ديال البصله كيطيروا، كيفاش هادي شوف شحال من حاجه داروا ما لقاوش حتى طوموبيل فاش يروحوا بنتهم. ودخلنا وروحنا ديك السيده. المهم الليله ديال كما تيقول لك، المهم احتراماتي معنا اباء وامهات، تقول لك الليله ديال الدخله ماشي مشكل. قلنا سيده صافي ارحتي سيده، انا باقي ما قلتش. تخيلوا معايا الليله ديال الدخله فاش قالت لك دخل عليا، قلت لها بلاتي شويه، دخلت الكوزينه عين شرب، رجعت لقيت بدات تحيد في حوايجها، بديت تصدم كامله في الوشام، في اليدين، هنايا في الصدر، هنا في كتافها، هنا في ظهرها، وشفت في صبعي هنا وما كنتش شايفهم. تخيل معايا شتا جوج د المرات والثالثه في العرس. المره الاولى اللي شتا فيها هي فاش جات عندي، كنت في حاله السكر ما ديتهاش فيها. والحاجه المره الثانيه شتها فاش جات هي وما كانت لابسه جلابه، عاوتاني ما حكرش، كانت لابسه طويل ما شتها شي حاجه. والمره الثالثه كانت في العرس وكاك وما ديت ما جاتش، ولكن الليله اللي دخلت كنكتشف كل وشامات. تخلعت قلت لها بنت الناس شنو داك الشيء فك؟ قالت لي هادشي راه كان فيا شحال هادي، ما كنت عاد شتيه اليوم وما شتها شت، كما قال لك واحد المثل الحمله خنس ديال الزمالي. شفت شفت، قلت انا سترت لانها امراه، صافي سترت اللي طلعها طاح، لا لقيتها امراه، لقيتها امراه، لقيتها امراه. اصلا كيفاش غتنتظر من واحد السيده ان ما دايره لهاد الشيء كامل، وهاد بيت الناس وهاد العرس والتخربيق كامل، تلقاها باقا امراه، قليل واحد النسبه اللي غدير معاك هاد الشيء كامل. خديتها وسترت داك الوشام وسترت داك الشيء كامل، صافي تعرف ربي مني كيستر. حتى حنا مازال عندنا نولدوا بناتنا، مازال عندنا خواتاتنا، من عرف ربي شنو مقسم لهم هنا من القدام. ما عليناش، خديت ديك السيده سرت لها الوشام ديالها، سرت لها ومازال فيها الضرابي ما قلتهمش ديجا، فيها حتى الضرابي في يديها، وسرت داك الشيء كامل. وخدام انايا فحال هكا خدام في البني، كان عندي موطور ديك الساعه يلاه خديته،
خدام في البني، وكل مره كتعيط ليا النمره. ظرف سيمانه ولا 15 يوم وصلت 30 ابيل، رضا مرتك مع فلان، رضا مرتك مع فلان، رضا مرتك مع فلان. ما كنتيقش الهضره ديال البنادم. انا كنتيق داكشي اللي كنشوف بحال هكا بعيني، وكنتيق داكشي اللي كنسمعو بودني. وليا مرتك راه ديما غتشي مع واحد فلان، ديما مرتك مع واحد فلان، صافي ما كنتيقش بنادم. وشويه كنشوف تنفكر مع راساتي، هذيك اللي طلقت الاولى كتهبط تخدم، ولقيتها اللي كتهبط فيها حتى هذه، كنهبط انا وياها وكتهبط معنا حتى هذه اللي هي ديجا طلقتها، كيمشيو في وقت واحد. ولكن بيني وبينك هذه اللي طلقتها انا، علاش كتجي لدارهم وهذه كتزي تتبقى اربعه ديال السوايع عاد كتجي؟ ملي تنسول مع راساتي تنسول عباد الله، وتيقول تيعيطوا لي في التليفون تيقولوا لي راه الخدمه 8 سوايع في الكابلاج، واربعه السوايع راه كدوزهم مع داك الدري اللي ساكن حداهم في المنطقه اللي ساكنه فيها هي. كنقول لهم شكون هو هذا السيد؟ تيقولوا لي هذا السيد ملي تنبغي نهضر معاه في التليفون شنو تيقولوا لي؟ عا باش نسجل على الاوديو وات، نسجل على الهضره ديال دوك الناس اللي كيقولوا لي، تيقول لي جي عندنا ونهضروا معاك. ملي تنجي عندهم شنو تيقولوا لي؟ راه هذاك فلان هو اللي كان، هو اللي اغتصب بنار الاول، هو اللي كانت معاه وضاربه معاه شحال من ديال المده، وداك الوشام اللي فيها كامل في الحمى راه هو اللي واشمو ليها، وزيد وزيد وزيد. ما كنتش تنتيق. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.